أعلنت محافظة الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25 عن تمديد ساعات فتح الصالون إلى غاية الساعة 9 ليلا حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة. وأوضح بيان نشر على الموقع الرسمي للصالون أنه تم تمديد ساعات فتح الصالون من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 9 ليلا، وذلك طيلة الأيام المتبقية منه، أي إلى غاية 1 أبريل 2022. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة جاءت نظراً للإقبال الجماهيري الكبير الذي سجله الصالون في أيامه الأولى. ويعرف الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25 التي تحمل شعار الكتاب جسر الذاكرة، والذي تنزل فيه إيطاليا ضيفة شرف، مشاركة قياسية ب 1250 مشاركاً من 36 دولة، يعرضون أزيد من 300,000 عنوان في شتى التخصصات، إضافة إلى تخصيص برنامج ثقافي وأدبي ثري.